برحب بيك يا استاذ ابراهيم، وبرحب بضيفيك الكريمين الاستاذ والناقد الكبير الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ خالد التريبي. برحب بالزميله العزيزه مريم سميح. صفحه جديده من صفحات النادي الاهلي، وعايز اقف يا مريم عند كلمه الاستاذ عصام شلتوت لما قال لك لو بتدور على الامان انت بتدور على الامان في النادي الاهلي. استاذ خالد التريبي قال لك اصول الثقه ممتده لجمهور النادي الاهلي من خلال النادي الاهلي. اعتقد صفحه مهمه جدا النهارده، الشريك الرابع للنادي الاهلي شركه المراسم للتطوير العمراني، صفحه جديده من صفحات النادي. مظبوط طبعا يا فاروق، خلينا ارحب بيك في البدايه. ارحب بيك طبعا يا استاذ ابراهيم، وارحب طبعا بضيوفك الكرام الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ خالد الاتريبي. وطبعا يعني زي ما انت قلت يا فاروق، ناخد من كلام طبعا اساتذتنا الكبار اللي ليهم باع طويل طبعا مع النادي الاهلي وبيتكلموا على فكره المبادئ. يمكن النهارده الشريك الرابع وطبعا هو شركه المراسم الدوليه للتطوير العمراني، يمكن لو بنتكلم عن المبادئ اكيد شركه كبيره بهذا الاسم يعني وبهذا التاريخ الطويل داخل مصر، اكيد كان لازم لما بتكون بتدور على مبدا ان هي تعاون مع يعني اسم كبير زي اسم نادي الاهلي، وهو طبعا في الشرق الاوسط. يمكن النهارده هو الشريك الرابع طبعا زي ما حضراتكم قلتوا، بعد شركه صالات مصر وبعد طبعا بنك ابو ظبي الاول مصر، وايضا شركه جي ال سي للدهانات. يمكن لو بنتكلم عن بدايه طبعا اكيد او تاريخ شركه المراسم يا فاروق، هنتكلم ان هي يمكن بادئه داخل مصر طبعا منذ اكثر من 25 عام، او تحديدا في عام 1997. الحقيقه ان هي ليها باع طويل جدا في هذا التطوير وهذه استثمارات، يمكن ليها اكيد يد في تشييد الكثير من النوادي، يمكن المستشفيات، يمكن الفنادق ايضا، وكان ليها برضو يمكن شراكه كبيره جدا في توسعه بعض المطارات هنا في مصر وخارج مصر طبعا. ويمكن ان هي بدات من السعوديه، فاكيد كان ليها هذا الباع الطويل ان هي تكون يعني ليها اعمال كتير جدا في تشييد عدد كبير جدا كمان من المراكز الاداريه والمولات لكبرى الشركات. فاكيد يمكن لما تكون هي عايزه تختار حاجه اكيد هتختار النادي الاهلي طبعا في حجم وعظمة اسم النادي الأهلي. بالضبط يا مريم، يعني أستاذ إبراهيم كلام مهم جدا قالته الزميلة العزيزة مريم سميح. عايز أضيف على كلامك يا مريم إن شركة المراسم للتطوير العمراني والعقاري تم تشييدها او انشئت على مستوى العالم عام 1931، رقم كبير جدا يا استاذ ابراهيم، انها مصنفه من اهم خمس شركات في التطوير العقاري على مستوى العالم. شركه لما بتدور على انها يعني تفتح مجال في اي سوق من الاسواق بتعمل دراسه تفصيليه مهمه جدا لكافه الجوانب، كافه الابعاد. جماهيريه النادي الاهلي وقيمه ومكانه النادي الاهلي هي نقطه مهمه جدا لمن يبحث عن النجاح. قيمه ومكانه واسم وشعبيه النادي الاهلي هي تقدر تقول ان هي رمز من الرموز اللي اي فرد بيبحث عن النجاح في اي منظومه، سواء في المجال التطوير العمراني او اي مجال من المجالات اللي النادي الاهلي وقع عقد الشراكه معاها. الجميع بيبحث عن قيمه وشعبيه ومكانه النادي الاهلي، وانه ازاي يقدر يستفيد يا مريم من هذه القيمه والمكانه اللي هي اعتقد اكبر ارث للنادي الاهلي هي قيمه ومكانه النادي الاهلي. اكيد طبعا، وزي ما الشركات يعني كانوا بيتكلموا طبعا يعني الاساتذه في الاستوديو، اكيد زي ما الشركات الماضيه استفادت بشكل كبير جدا وزادت طبعا يعني اكيد كل الدخول بتاعتها، طبعا اكيد شركه المراسم هيكون ليها استفاده، ليس بس النادي الاهلي، اكيد اي اسم بيقترن باسم النادي الاهلي اكيد هيكون ليه افاده كبيره جدا. ولو هنتكلم النهارده عن الحضور، يعني يمكن عايزين نتكلم ان المؤتمر هيبدا فيه تمام الساعه 6 مساء، اكيد طبعا بحضور اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وطبعا على راسهم طبعا يعني كابتن الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. ويمكن طبعا من الجانب الاخر من شركه المراسم الدوليه للتطوير العمراني اكيد طبعا هيكون في حضور لطبعا الدكتور خالد بن لادن، وهو طبعا بينوب عن مجلس الاداره، او هو نائب رئيس مجلس اداره شركه المراسم الدوليه للتطوير العمراني. اكيد برضه هيكون موجود النهارده المهندس طارق حلمي وهو المدير التنفيذي للشركه، هيكون ليهم كلام كبير، هنعرف اكيد طبعا يعني ايه الخدمات اللي هتكون مقدمه للنادي الاهلي وطبعا اعضاء النادي الاهلي. واكيد طبعا جماهير النادي الاهلي هتكون معانا لحظه بلحظه علشان تتابع اكيد كل الخدمات المقدمه وازاي الشراكه دي تمت يعني خلال كمان الفترات الماضية، أكيد مش وليدة اللحظة ولكن بيتم التحضير ليها يعني منذ أسابيع وشهور كمان. بالظبط يا مريم، وعايز ارجع استاذ ابراهيم اخد من كلام مريم طبعا اضافه على الحضور الموجود هيكون بعض من لاعبي النادي الاهلي الى جانب الجهاز الفني، افراد الجهاز الفني للنادي الاهلي. طبعا المؤتمر هينطلق في تمام الساعه 6، هيكون في طبعا الكلمه او المقدمه من الاستاذ او الدكتور شريف فؤاد المتحدث الاعلامي المستشار الاعلامي لمجلس اداره النادي الاهلي، الى جانب كلمه من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، الدكتور مهندس خالد بن لادن نائب رئيس مجلس شركه المراسم للتطوير العمراني.
عايز اتكلم في نقطه مهمه وارجع ولو يعني لسنوات قليله جدا يا مريم. الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي في بدايه الاعلان عن برنامج الانتخاب لمجلس اداره النادي الاهلي قال ازاي نعزز موارد النادي الاهلي وازاي هننمي موارد النادي الاهلي، طبعا لمواجهه طبعا الانفاق المتزايد في الفتره الاخيره ما بين الانشاء العمراني للنادي الاهلي او البنيه التحتيه للنادي الاهلي بيحاول ان هو ينميها، سواء بوجود الفرع الرابع في التجمع والقريه الجديده اللي هنشوفه قريبا ان شاء الله، ايضا تجديد بعض الاماكن في مدينه نصر وايضا البنيه والانشاء في الشيخ زايد وايضا الجزيره، الى مواجهه كمان طبعا ومواجهه الانفاق المتزايد في الانشطه الرياضيه. اعتقد كلها سطور مهمه جدا يعني بينتهجها النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وبيسير فيها في خطوط متوازيه مع الدوله المصريه. اعتقد نقطه مهمه جدا يا مريم الاطار اللي ماشي فيه النادي الاهلي بالتوازي مع الدوله المصريه. مظبوط طبعا يا فاروق، ويمكن لو هنتكلم كمان عن تعزيز هذه الموارد، يمكن لو بنتكلم على ان ممكن اي حد يتكلم انه فكره ان هي موارد كبيره او يعني مصروفات كبيره، ولكن الحقيقه ان شايفين العائد ده بيعود ازاي على النادي الاهلي سواء بالشعبيه او سواء كمان بالبطولات والانجازات اللي يعني بيحققها عام بعد عام. ويمكن الحقيقه ان احنا لو هنتكلم على الانجازات يعني حدث ولا حرج عن النادي الاهلي، اكيد انجازات كبيره جدا، ولكن يعني خلينا كمان نختم اكيد بالتنظيم النهارده. الحقيقه ان هو تنظيم عالي جدا لما يعني تم الاختيار ما بين النادي الاهلي وشركه المراسم، طبعا يعني تم اختيار احد فنادق القاهره الكبرى، والحقيقه ان هو يعني الحقيقه النهارده الفندق اللي احنا موجودين فيه يعني رافع حاله الطوارئ الحقيقه علشان استقبال طبعا ضيوف النادي الاهلي وعلشان يكون على قدر المسؤوليه طبعا لاستقبال اكيد ضيوف شركتين كبار او بحجم يعني حجم اسم طبعا النادي الاهلي وحجم شركه المراسم الدوليه للتطوير العمراني، اكيد طبعا هيكون موجود كده يعني عدد كبير جدا يا فاروق من الساده الصحفيين والاعلاميين، مش بس المختصين بالامور الرياضيه، ولكن الحقيقه ان هو يعني في الشان كمان العقاري والاستثماري موجودين النهارده برضو علشان يكونوا شاهدين على طبعا تطوير وايضا يعني توقيع عقد الشراكه ما بين النادي الاهلي وما بين طبعا شركه المراسم الدوليه للتطوير العمراني. طبعا يعني مستمرين معاك يا استاذ ابراهيم على مدار هذا المؤتمر، واكيد هيكون لنا لقاءات مع عدد كبير جدا من الشخصيات الهامه عقب انتهاء طبعا توقيع عقد الشراكه ما بين طبعا النادي الاهلي وشركه المراسم الدوليه. شكرا جزيلا للزميله مريم سميح والزميل فاروق صلاح.